برشا منكم ما يعرفش قيمة الميكانيكال كيبوردز ولا أصلا شمعناها، خاطرنا تعودنا على الممبرين كيبوردز اللي بصفة عامة يكونوا مصنوعين بالبلاستيك المذرح وما يدوموش جملة وسرعة الاستجابة متاحهم ضعيفة برشا. اليوم توفرت لنا الفرصة باش نحكيه على الميكانيكال كيبوردز مع الجيكا 701 من عند إميسي. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد، واليوم باش نحكيو على الام اي سي جي كا 701 اللي هو اقوى كلافي عند ام اي سي تويك. قبل ما نبداو نحكيو عليه نعرف اللي برشا فيكم يعرفش معناها ميكانيكال كيبوردز من اصله، دونك حبيت نفسر لكم اش معناها. الكلافي ميكانيك هو كلافي يستعمل دي سويتش ميكانيك عوض الممبرين اللي نلقاهم في الكلافي العاديين، وبصفه عامه الكلافي هذوما تلقاهم مصنوعين باش يدوموا سنين الله. الجي كا 701 واحد منهم ومتوفر بسوم 285 دينار. سو خلينا نراو شنو يوفر لنا الكلافي هذايا من فيتشرز وحاجات تعاون الجيمرز. باش نبداو بالبيلد كواليتي، الكلافي مصنوع من بلاستيك كاسح والفريم كله صحيح وما تنجمش حتى تعوج، وهذايا متوقع من كلافي في هذه الكاتيجوري. الريد دراجون نتاع ام اي سي يرمز انه الكلافي نتاع جيمنج، اما بخلاف هكايا الكلافي عادي وتنجم تستعمله في اي بقعة اخرى كخدمه ولا اي بلاصه اخرى. من لوطه نلقاو طروف كويتشو ما يخليوش الكلافي يتحرك على الطاوله، وريزرز باش يعطيو اونجل مرتاح وقت الكتيبة على الكلافي هذا. الجي كا 701 هذا يستعمل الشيري ام اكس براون سويتشز اللي يجيو في الوسط ما بين البلو سويتشز الرزان والريد سويتشز الخفاف اللي مجعولين للجيمرز، وهذا كان عز شوا ليلي خاطرني نكتب برشا بالكلافي ونحضر روحي باش نبدا نلعب بالبريداتور الجديد نتاعي واللي باش نركب له ان شاء الله في اقرب وقت جي تي اكس 1070. المهم ام اكس براون سويتشز خفاف وما يطلبوش فرص كبيره باش تكتيفيهم، وعاونوني برشا في تريحات لول اللي لعبتهم به. الجي كا 701 فيه ميديا كيز انتجري مع الفانكشن كيز، وهذه توش مزيانه من ميسي. نتعداو للي يهم الجيمرز، الباك لايتنج. خساره الكلافي هذايا ما فيهاش ار جي بي الايديز كيما الكورسير ستريف ار جي بي والا مثلا الريزر بلاك ويدو كروما، دونك نلقاو فيه ريد باك لايتنج قوي بالباهي وفيه تروا مود. التروا مود هذوما يتبدلوا كي ننزلوا على البوتون فانكشن واللي نلقاو فيه دراجون باش نبينوه والبوتون اف ان. المود الاولى طفي لك ليليد كومبليتمون، المود الثانيه تشعل لك الزد والكيو والاس والدي واللي ديريكسيون، والمود الاخرانيه تشعل لك الكلافي بكل. وبالنسبه لللايتنج نلقاو 3 ليفلز، ليفل الاول عادي، ليفل الثاني متوسط، والليفل الثالث يعطي ليليد يخدمهم في اقوى بوتونسيال ليلهم. وفيه مود زادة صغيرة هي مود بريذنج، يعني ليليد يبدأ وضعف ويقوى وفي نفس الوقت، يعني عبارة عبد يتنفس وليليد يتنفس ومعناها يبدأ وضعف وبعد يقوى. زادا نلقاو الجيمنج كي اللي يوقف لي بوطون ويندوز باش كي تنزل عليهم وقت انت وسط لعبه ما يقلقوكش ولا ما يخرجوكش من اللعبه. تخيل روحك معناها في طرح باتل فيلد وبعد تقص عليك معناها مزمره برشا اذا كانت تنزل على البوطون ويندوز وانت ماكش بالعين. واخر اوبسيون هي الان كي رول اوفر اللي تمكنك باش تنزل على لي بوطون تاع الكلافي الكل في نفس الوقت، والكلافي يرجستري لي بوطون يكون اللي نزلت عليهم الكل ويعديهم للبيسي. حاجه مزيانه وطيره برشا للديول بلاير جيمز اللي برشا عباد معناها منها يلعبوهم كيما الفايت جيمز القدم، وكل برشا معناها عباد يلعبوا بالكلافي يجيب صاحبه باش يلعب مع بعضه في نفس الوقت. بالنسبه للخيط نتاع الكلافي نقاوه بريدد وصحيح، واليو اس بي نتاعو مدهون بالذهب باش يدوم معاك حتى معناها ديما يمشي معاك، وهذه حاجه طايره برشا عباد يحقنوها، لكن البرا برشا من هيك الانتوزياست يلوجوا عليها فاست يو اس بي المدهون بالذهب. الحاجه الوحيده اللي كانت تخلي الكلافي هذايا ارتاح شويه بالنسبه لي هي الريست ريست، يعني وين تحط يدك، يعني الكف نتاع يدك وين تحطه وقت انت تكتب. هذه معناها كانت تكون اوبسيون مزيانه لميسي، ممكن تزيد عليها حتى 5 دولار ماهيش مشكله كبيره، كانوا ينجموا يزيدوها وتكون اوبسيون مزيانه في الكلافي هذايا. صحيح باش تزيد لك في الكبر نتاعو، اما هو في حد ذاته كلافي صغير دونك ماهيش الحكايه الكبيره اللي باش تزيد للتايم تاع الكلافي. باش نلخصو، في سوم 285 دينار الجي كا 701 من ام اي سي ظريف مزيان صحيح، والباك لايتنج قوي، اما ديما فما حاجه تميل شويه مني للار جي بي. الاوبسيونات اللي فيه مزيانين برشا، والحاجه الوحيده اللي ناقصته هي الريست ريست. هذاك علاش الام اي سي جي كا 701 يستحق الدام جود وورد. كانت هذه الريفيو نتاع الام اي سي جي كا 701، تلقاو ليليا منين تشريوها في الديسكريبسيون اللوطا. كان معكم احمد كابو من موقع تينيزين جيمرز، ان شاء الله يعجبكم الفيديو وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. تشاو.